ماتش روسيا. السعودية، ماتش اه السعودية ده حكم قارح، مم. قارح. أنا جاي على الطيارة امبارح وكان معايا محمود صبري في الرحلة من جروزني أو من موسكو لفرانكفورت، قعدت عن جنبي على الكرسي واحدة من كولومبيا، فلما قالت لي إنها من كولومبيا قلت لها أه الحكم، قالت لي أوه أي دونت لايك هيم، ما بيحبوش. قلت لها ليه؟ ده حكم لنا ماتش حصل منه كذا كذا كذا، حسب بنالتي للسعودية الفار قالوا له مش بنالتي، رجع صمم راح اتفرج وصمم على قراره. قالت لي هو حكم، قالت التعبير اي دونت ريسبكت هيم، ما بحترمهوش. فلما عرفت ان انا صحفي قالت لي لا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. حكم الفار يقول له الكوره مش بنالتي، فاول مشترك، اه مش بنالتي، والمفترض ان هم رؤيتهم اكثر منك، اه فيصمم ويخرج ويروح يتفرج عليها تاني. دي مساله برضو من طب عنده، هم ازاي هو هو صاحب القرار، هو صاحب القرار يظل هو سيد الملعب، الاطراف الاخرى اطراف مساعده عليه ان هو يعني دي تنور له الطريق، وبالذات بتنور لك الطريق باضواء كاشفه قوي لانه في 37 كاميرا. فكنت انت بتتكلم على جزئيه عصام عبد الفتاح، اه انت الراجل شايف انه التحكيم كان وحش جدا. انا بتكلم عليه هو لما احنا بنتكلم على التحكيم بيزعل قوي. اه وبنقول له طالما ان الحكم بشر ما نعامله بمعايير البشر. البشر بيغلط، البشر بيتعمد الغلط، البشر بس صح، بس البشر مع حكام الفيديو ما اقدرش التمس العذر لحكايه الحكم بشر. انت حكم طب بشر، الحكم الخامس ما هو هو يا لا لا ابراهيم. لا لا بس في حاجه يا باشمهندس، انت وانت قاعد وفيديو جايب لك كل اللقطات وتعيد ما فيها خلاص براحتك، يعني سوء النية خلاص تبقى يبقى ايوه سوء النية بس يبقى لما ما تقررش سيادتك البعيد لا مؤاخذه.